انا على مسافه تاريحي. واحده انا على مسافه واحده سؤال. على انا سؤال وجاوب وجاوب على الهوا حضرتك يا اه انا بجاوب على الهوا اه تتمنى الاهلي يغلب النجم ويسعد ياخد البطوله ولا الخطيب ينجح في الانتخابات حلو يعني ليا امنيه واحده ديه ديه ديه. اه اه ليك ديه ديه ليك ديه ديه. ليك اجابه ليك اجابه واحده الخطيب ينجح في الانتخابات لو هي ليا امنيه واحده انا على مسافه واحده أنا على مسافة واحدة. أنتوا بدأ اصل عمرو فكره والفكره لا تموت بجد والله والله بكلمكم بجد انا ما كنتش حابب ان انا اعلق على الكلام ده مين اهلاوي على وجه الارض انا اقسم بالله بحترم كل اللي نازلين وربنا يوفقهم كلهم وربنا يولي من يصلح ويقود سفينه النادي الاهلي وكلهم يستحقوا يقودوا سفينه النادي الاهلي كل اللي تقدموا انا ما بتكلمش على دي انا بتكلم على الفكره في حد يتمنى اهلاوي يتمنى الأهلي يخسر؟ بجد؟ في حد أهلاوي كده أنا بسألكوا هو على الشاشة قدام كلموني نفسي أسمع أصوات الناس كلها ابعتوا في حد أهلاوي يتمنى الأهلي في قبل النهائي عنده مباراة مهمة هيروح الاستاد بتفكير مين ينجح في الانتخابات يتمنى الأهلي يخسر؟ ويقول كمذيع اللي أتمنى الأهلي يخسر؟ معقولة؟ أنتوا بتتكلموا على الأهلي ليه؟ تعرفوا إيه عن نادي الأهلي؟ هي دي مبادئ مبادئ الاهلي اللي عايز ترجعها حضرتك هي دي مبادئ اللي انت عايز ترجعها يا راجل ما هو في حاجتين ما تزعلوش مني هبقى قاسي شويتين لان في افواره مع الراجل ده كتير جدا بصراحه مره واثنين وثلاثه واربعه واحيانا بعد صبر كتير بيبقى لازم لكن لما تقول الاهل يخسر عشان انتخابات مين 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 يتحمل ده في حد اهلاوي يقول كده يا جماعه؟ في من بجد ما ينفعش تتقال الناس دي بتصدر لنا في الاعلام حاجات غريبه. ما هو في بستاجي شاطر بيروح عارف مكان البيت وبيسيب لك في المكان في المربع بتاعك يطلع لك في الميعاد وفي بستاجي بيضيع وقت يطلع لك لغايه باب الشقه يخبط ويروح جاي قايل لك صباح الخير كل سنه وانت طيب فتروح تروح في اي مكان ماشي في الشارع تلاقي حد يخبط على الازاز يقول لك كل سنه وانت طيب برضه عارفين الفكره دي اللي احنا نفسنا تنتهي مجتمعنا فمن هنا هو صعب الواحد شافه لحد يتمنى الاهلي طب لما الاهلي كسب الحمد لله نتيجه كبيره وبتوفيق ربنا سبحانه وتعالى والاهلي وجماهيره ولاعيبته وجهازه الفني تتمنى ايه برضه؟ لا يخسر تاني؟ لو اتسالت تاني لا يخسر تاني؟ يلا، افتح التليفونات المضروبة اللي بنصها من طنطا و واقول لك الأسماء كلها بالاسم في عشرين 30 حلقة. قلت لكم الملفات معانا كبيرة وحافظين بالاسم. أقول لكم بالاسم مين الأسماء اللي بتدخل. تصدقوني لأن لما بيتفتح مداخلات محترمة والناس تفتح عادي، الناس دي بتتعاقب عقاب شديد. والله العظيم. مرة تانية، مين يتمنى ان النادي الاهلي يخسر عشان انتخابات النجوم بتوعنا والرموز بريئه منكم بريئه منكم صدقني والله نجومنا ورموزنا بريئه منكم انتوا بتحبوا تتمسحوا عشتوا كده كتير بتحبوا تتلزقوا عملت كده مع المهندس محمود طار بس مش عايز ادخل في تفاصيل دلوقتي لان في فيديو عند فندق البارون لو سمعتك بتتكلم على شادي محمد او النادي الاهلي بلاش شادي انا اسف انا اسف اللي بدخل نفسي في الموضوع انا هنا بتكلم على الاهلي انت تعلم تماما ايه اللي حصل عند فندق البارون وهيبقى فيه عقاب شديد جدا وهضطر الحاجات دي تطلع على الهواء بمنتهى الصراحه بمنتهى الصراحه مش هقول في مصر الجديده بعد احد الفنادق انا اسف كمان مره ثانيه قلت اسم الفندق في احد الفنادق الثانيه كنت بتطلع لمين في المكتب وتتكلم معاه وانت احسن رئيس و... و... ومساندين ودعمين لكن هنا نفس الفكرة تحس كل اللي بيدخل المكان ده استنبه واحدة والله بجد بجد تابعوا كده وشوفوا أنا قال لك حيادية وعلى مسافة واحدة عادها 17 18 مرة وفي الآخر يقول لك الأهلي يخسر هي دي الحيادية هي دي الشفافية مش عارف انتوا يعني متفاهمين معايا اللي اتقال انتوا الحكم يا جماهير الاهلي انت بتتمنى ان الاهلي يخسر عشان خاطر انتخابات بطولة افريقيا الناس دي صعبة قوي الناس دي التعامل معاها صعب الناس دي الكلام معاها صعب الناس دي النقاش معاها صعب بنصبر وقت طويل لكن بيجي وقت لازم نقول لهم انتوا بتتكلموا كلام ويقول لك الاهلي البيبي يقول لك الاهلي راجع هو الاهلي كده راجع هي دي المبادئ والقيم انتوا جردتوا في السنة الاخيرة على الاقل انتوا حاولتوا تجردوا الاهلي من ملامحه وشكله وريحته وطعمه ولونه وروحه وجماله وحلاوته بس مش هتعرفوا عارفين ليه؟ جماهير الاهلي رجعت المدرج وبتحب ناديها قوي وما بتسمحش بالكلام ده ابدا. عمرو ده فكره والفكره لا تموت وايضا هقول لك جمله جميله هي جات لي برضو دلوقتي خلي جيبك حديد.